تجوب فرق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء البلاد على مدار الساعة لرصد المخالفات وضبط العابثين بالطاقة، سواء من خلال جولاتها الميدانية أو من خلال بلاغات تتلقاها على الخط الساخن. هنا في هذا المنزل في محافظة الفروانية تنفذ سرقة الكهرباء مباشرة ودون غطاء محكم للعداد الرئيسي، بالإضافة إلى أن المالك شبك جهاز التكييف على العداد وأخفاه. المخالفة هذه مثل ما أنتم شايفينها مخالفة العبث في العداد، والعداد محترق ولاعبين في وايرات الأون والآوت. في هذه الحالة اللجنة راح ترى هل تحوله إلى إدارة تحقيقات أو توافق على أمر الصلح. طبعا مثل ما أنتم شايفين هنا صندوق الكتاوت اللي فيوزات ونقطة التغذية اللي واصل المبنى، طبعا حاط له تكييف خارجي وهذا يعتبر هم مخالف لشروط الأمن والسلامة. كذلك يتم تغذية القصيمة عينها بالمياه من خلال جر المياه من الشبكة الرئيسية دون عداد، وهذا يعتبر مخالفة جسيمة يتم قطع التيار فيها وتحرير المخالفة لمراجعة الوزارة وإجراء أمر الصلح. الفرقة تقوم بقطع المياه عن هذه البناية المخالفة حسب القانون 48 لسنة 2005. مثل ما احنا شايفين طبعا سبب المخالفة ان في توصيل مباشر من غير عداد، شايفين، فهذه تعتبر من المخالفات الجسيمة اللي يعاقب عليها القانون، وتم حفر الأرض إلى النقطة الأساسية لتغذية المياه ونسميها الفرنكوك أو النقطة الرئيسية، وذلك لسبب مهم أن لا يرجع مرة ثانية أحد العمالة يقوم بإعادة المياه دون علم الوزارة. وزارة الكهرباء والماء من خلال هذه الضبطيات التي تحرر يومياً تنقل رسالة واضحة للمستهلكين بوجوب اتباع قوانين الوزارة وعدم العبث بالمال العام. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.